السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعي ومشاهدي قناة رحلة تي في. عن السؤال الذي يخص مسألة وقضية وملف الكتاتيب القرآنية، ومتى ستفتح أو متى سينطلق موعد افتتاحها؟ ورد كلام لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم في البرلمان عند حضوره في البرلمان بعد أن تم توجيه سؤال له في الموضوع، وورد في خبر هذا الأمر ككل تحت عنوان وزير الأوقاف يحدد موعدا لإعادة فتح الكتاتيب القرآنية. نشر موقع هوية بريس هذا الخبر، والذي جاء فيه: أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الاثنين بالرباط بأنه يمكن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن. ومن هذا يفهم أن إعادة فتح الكتاتيب من الممكن أن يحصل ذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي المقبل، موسم دراسي 2021-2022. وأوضح التوفيق في معرض رده على سؤال شفوي حول عودة الكتاتيب القرآنية للاشتغال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن مناديب الوزارة سيقومون بالنظر ميدانيا في حالات الكتاتيب، ولا سيما الملحقة بالمساجد والتي يمكن السماح لها بالفتح ابتداء من فاتح شتنبر المقبل إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن. وأضاف يعني أضاف الوزير في معرض رده أنه في الأشهر الأخيرة تقدم بعض القائمين على الكتاتيب القرآنية بطلبات إعادة الفتح، وأدلوا بالالتزام بعدد من الشروط التي فحصتها واقتنعت بها لجان مختصة من الوزارة. وتتمثل هذه الشروط إما في التقليل من العدد في الفوج الواحد لضمان التباعد، وإما ببيان التوفر على أماكن تتيح هذه الإمكانية، وستكون من الكتاتيب الأولى التي سيسمح لها بإعادة الفتح. وتابع الوزير بالقول: هذه الإمكانية تتأتى عادة في الكتاتيب الخاصة دون تلك الملحقة بالمساجد، سيما إذا كانت فيها داخليات هذه الكتاتيب، مشددا على أنه من الصعب تصور ترخيصا شاملا بلا شرط ما لم يختفي الوباء بصفة نهائية، وذلك علما بوضعية الضيق والازدحام وقلة الإمكانات في الكثير من الكتاتيب. وكشف الوزير في معرض رده في البرلمان أن عدد الكتاتيب القرآنية يعني في المغرب يناهز 13,000 كتابا، نسبة 92% منها مرفقة بالمساجد، وقد تم إغلاقها باعتبارها أماكن تجمع واكتظاظ عملا بتوجيهات السلطات الصحية والإدارية في إطار التدابير الاحترازية من عدوى وباء كورونا. وخلص الوزير التوفيق إلى أن الوزارة عملت على حث جميع الجهات المشرفة على مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم لاعتماد مختلف الوسائل الحديثة لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، يعني حتى لا تتوقف عملية التحفيظ. لكن للأسف هذا الأمر لا يتأتى لأغلب الكتاتيب القرآنية، بل حتى للمؤسسات التعليم العتيق لا تتأتى لها هذه الإمكانية، إما لضعف إمكانياتها هي أو لضعف إمكانيات الطلبة حتى يقدروا على متابعة دراستهم وعلى متابعة حفظهم لمن يحفظ القرآن الكريم. إذا هذا ما ورد في الخبر، وإلى توضيح آخر وإلى خبر آخر في الموضوع دمتم في رعاية الله وحفظه متابعي ومشاهدي قناة رحلة تي في. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.